هو كان برضو بيلعب في حضور جماهير كبير، وده اللي هرجع واكد عليه تاني، كان في حضور جماهير كبير لان هم كانوا عارفين موعد المباراه. احنا كنا برضو الموضوع متوقف على مين اللي هيفوز، الاهلي ولا مونتيري، علشان كده يعني عايزين ثقتنا ما تتهزش ابدا في مجموعه اللاعبين الموجوده اللي بتشارك في محفل قاري تاني بنقول كبير جدا، وبتلعب في بطوله يعني كمان كبيره جدا. فان شاء الله ان شاء الله طموحاتنا اللي جايه كمان تكون اكبر بكتير، لكن اكيد اكيد برضو يعني ربنا شايل لنا حاجه افضل، اكيد في افضل جاي من الاهلي، اكيد في كلام كتير جدا لسه الاهلي هيرد بيه. زي ما كنت بقول الاهلي ربما يقع ولكن بيقف تاني على رجليه وبيعوض اي خساره يعني حصلت له. هروح بقى لنقطه تانيه برضو مع حضراتكم، وهي فكره هنا الدعم الجماهيري، لان الدعم الجماهيري بجد كان شيء ولا اروع. والكلام ده انا مش بقوله لحضراتكم يعني من وحي خيالي، انا بقول لحضراتكم من مصادر ومن يعني تفاصيل كتيره كانت ما بيني وما بين بعض الاشخاص والزملاء والاصدقاء اللي هم كانوا موجودين بالامارات وكانوا حاضرين يعني الماتش بنفسهم، والصوره نقلوها لي كده. فكره استحواذ بجد جماهير بالميراس على الملعب امبارح كان غريب. يعني الفريق كان زي ما انا بقول الموعد محدد ليه، موعد المباراه محدد ليه في نصف النهائي، ده كان شيء مسبق، وبالتالي كان عندهم مساحه كبيره جدا الجماهير ان هم يقدروا يحجزوا كميه كبيره من التذاكر، وده اللي حصل على فكره على حساب طبعا او على العكس. يعني الاهلي ما كانش قادر يعمل ده لان كان لازم ان هو يفوز على مونتيري وبعد كده يتم تحديد موعد المباراه التاليه، وعشان كده اكيد حصل تعثر يعني في حصول جماهير النادي الاهلي على يعني حظوظ هنا متساويه في شراء تذاكر الماتش. ولكن هل ده معناه تاني ان كان في تقصير من قبل المشجعين المصريين؟ ابدا. وعايز اقول لحضراتكم برضو مش المصريين بس، يعني اللي كان بيشجع برضو الاهلي على فكره ناس كتيره جدا لا تنتمي لمصر، جاليات عربيه كتير، في ناس كتير بتحب النادي الاهلي، ده اللي احنا اكيد عارفينه برضو. فامبارح حتى لو كان عددنا حتى 2000 لا، بس كان في تشجيع لاخر نفس لاخر نفس. وعلى فكره برضو بعد ما الماتش يعني خلص برضو الصوره اللي بعض الزملاء نقلوها لي ما كانش فيه الغضب الشديد، كان فيه حزن ولكن ما كانش فيه الغضب الشديد، لان الاول والاخر انت فاهم اللي بيمر بيه النادي بتاعك. فما اقدرش ان انا اجي وانا عارف ان النادي بتاعي فيه ظروف استثنائيه واجي واضغط واضغط وانتوا ما عملتوش اللي عليكم. لا فعلا هم ممكن يكون الشوط الاولاني ما عملناش اللي علينا شويه، او كان نتيجه اللعب او اللعب اللي ظهر كان الى حد كبير بشكل دفاعي، ده اللي كان يعني، بس احنا برضو قدرنا ان احنا نحرس المرمى بتاعتنا، ولكن برضو كان شكل دفاعي. انت رحت بعد كده الشوط الثاني ابتديت تلعب بشكل افضل، ربما حتى لو انت بتلعب او موسيماني نزل نفس التشكيله ولكن كان في اداء افضل. على كل حال